صار لها ساعتين ناطرتها. Good morning. Good morning. هلا بفرجيك. من بعد خمس تجميع بالبيت طلع عبالي شاورما. اف عشي ساندوي شاورما هلا ستريت فود لحمه مع طراطور وشويه خضره. طيب بس الظاهرة من البيت ممنوعة. شو رايكم نعمل سوا شاورما هوم ميد معموله بالفرن طعمتها ولا ألذ لحمتها ولا قطره. يلا شاورما على طريقتنا مخلوطه مع بطاطا. ما رايكم اكثر من هيك؟ نبلش. الشغلة اللي بتعمل الفرق بالشاورما تبعيتنا هي المسكة. رح ندقها مع شوية ملح. بدنا بصل، ورق غار، قرفة، بندورة، خل أحمر، زيت نباتي، حامض معصور، وبدنا نعمل البهارات تبع الشاورما اللي هن 7 بهارات، كبشة قرنفل، جوزة الطيب، وقرفة. 7 بهارات، بعدين قرفة، جوزة الطيب، وكبشة قرنفل. هول العيارات مش كلهم لليوم، بس أنا بخلط وبدب عندي. السر بالشاورما أنه تكون الريحة كتير قوية وحلوة. عم نشم هون ريحة البهارات اللبنانية الأساسية، وأهم شيء القرفة، حامض وكتير حامض، خل وكتير خل، تتحسوا هيك بالأسيدتي بالقوة. مطولة؟ هن الخل والزيت والحامض بده يكونوا قد بعض. هذا هي الرسبي. جيل نستعمل لحمة الفو فيليه. نحن عنا اياها بالفريزر، بنشيلها قبل بنهار. بزيت الطريقه اللي بنقصوا فيها شقف اللحمه بطبخه الباف سوغانوف، شقف صغار. هلا على الطبخ تقريبا بزموا على النص. البصل نحن بنقصه على هالشكل وبنحطه بالصينيه بس تا ينكه اللحمه، بنرجع بنشيله. البندورة بتزيد لنكهة، بتزيد لأسيدتي، بتزيد لنكهة سويتنس. هول الشقف الكبار على الطبخ رح يدوبوا. لحمة، بندورة، حامض وخل، البهارات، كل شي جاهز. إذا انتبهتوا ما في دهنة. شو رح نعمل اليوم؟ رح نستعمل سمنة بلدية أصلية 100%، هي رح تعطي النكهة على القليلة بتدوب وكلها بتتاكل. هلا بدنا نقلل اللحمة شوي على النار، بنحط لها الغار. هيك بدنا نستعمل زيت كرمال نقلي اللحمة. ليش نستعمل زيت؟ خلينا نستعمل السمنة يلي عايزينها، يلي هي رح تعطي النكهة اللازمة بالآخر. كل شي بلدي 100%. في ناس بتسميها بلبنان زبدة بقرية كمان، لأنه لونها مثل الزبدة يلي منجيها من برا، بس هيدي معمولة بلبنان. شم الريحة. هاي بلا بهارات بعد. تلوحوا تلويح. بس راح الحمار عنهم، ما بدنا اياهم يستووا، راح يستووا بالفرن. ولا انا مرت الماضي اكتشفت انك بتقشر كتير منيح. وبتلي الدنيا كتير منيح. هيدا وضع المطبخ لما نعطني بقشر. قشر البطاطا بالبهارات. على البندورة اللي نضيفة. بلا ما نحكي عن الأرض، بس سريع كفي أعملهم ببطء بلا ما أرجع أنظف كل شيء ورق. يلا وين صرنا؟ ما ولا ماشي سلامة قلبك. واقفة مع الإعلان ونرجع بعد شوي. منحمل فرن على 250. البطاطا اليوم قررنا نعملها مع الشاورما بقلب الشاورما، واللي رح يصير رح نقصها كيوبات كتير صغار بيطلعوا شوي مثل تشيبس، كتير لذيذين وكتير طيبين. طلعوا كيف كيوبات صغار. مينوايل طلع بيلو يعمل طيارة. هلا بدك طيارة؟ البطاطا دايما بدها شوية ملح، دايما لازم تنقع بمي، ودايما بدها عصرة حامضة كاملة. 10 دقايق نقلها على الطنجرة. المسكة لازم دايما تنخلط أو مع سكر أو مع ملح تما تلزق. هينة وسريعة
ريحة شيكلتس العلكة المهلبية رح تزيد طعم كتير طيب على الشاورما. الحامض، الزيت والخل، منزيد عليهم البهارات. والمسكة هنحط البطاطا عليهم، بس طالما ما في كتير محل فرح صابر وشلك نص الوصلات. شيلهم شيلهم، هن طعموا بالقلية وصار فينا نشيل منه. البطاطا كيبات صغار بالخلطة بفوتوا بين اللحمة بمية اللحمة والصوص رح ينطبخوا. منزيد القرفة، البندورة أحسن شي نحطها من فوق تينزل الزوم تبعولة على الشاورما. الصوص اللي حضرناها اللي فيها المسكة، البهارات، الخل، الحامض والزيت. نسيت الأساس يلي بيعطي الطعمة الأخيرة اللي هي الزبدة أو السمنة، رح حطها فوق على الوجه رح تدوب وتنزل كل الطعمة لتحت. هيك هيك ما استعملنا فات، هيك هيك ما استعملنا لية ولا استعملنا دهن بقري، لحمة بيور 100%. منشان هيك رح نزيدهم على الوجه وهن رح يعطونا روعة روعة بكفي. ليكو ليكو شو بينبسطوا. طب شوف الدهنة معبية صوص، الصينية بالنص، فرن 250 من فوق ومن تحت، ريدي تو جو. توحمت هلا على حمص مع الشاورما، بدها حمص. تذكروا الحمص تبعنا، حمص البيت، هيدا الكريمي كريمي لونه ابيض، يعني كريمي اكثر مايونيز. حمص البيت، هيدا رجعنا نعمله سوا. حمص حب، نكزة مي، وبنخلطهم كتير 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 مرة واثنين وثلاثة وأربعة لحديد ما يصيروا كريم. شوية مي بعد بنزيد شوية طحينة، حامض وبعد حامض. من بعد ما صار كريمي ولونه أبيض بتزيدوا زيت زيتون، رشة ملح. من بعد نص ساعة الطبخة استوت تقريبا، رح نشيلها نجرب نخلطها شوي نتأكد منها لما تنشف اللحمة على الوجه. رح فوت اللحمات لجوا اتأكد انه البطاطا مغطيين بالماء ونرجع نفوت على القليلة بعد شي تلت ساعة. لكن كنا مفكرين نص ساعة، بعتقد بدها على القليلة شي 50 دقيقة تنطبخ مزبوط مزبوط. رائع رائع رائع. حمود قرصة صغيرة عزلعيم روعة، ملح على القد، فاري كريمي، بتحسه بطحينة بس شوي بالآخر، كل شيء بالانس، كل المكونات مع بعضهم، ما في شيء مغطى على شيء، وأهم شغلة إنه منه مغربل تحت لسان. تلت ساعة بعد حمصت حمرت، اسمعوا صوتها. ريحة البهارات، ريحة الخل، روعة روعة. البطاطا استوت، حمضها كتير حلو، منا مقلية منا مسلوقة، شي بالنص بس كتير طيب. اللحمة لونها مزبوط، طرية شربانة مزبوط. شو هالسمنة اللي حطيتها عملت كل الفرق. والمسكة مش معقول مش معقول، يعني ناطر حطهم بصحنة تاخد معلقة واحدة فيها بندورة لحمة وبطاطا والحمص عجنة. ليتس جو، هيدا نتغدى. شربانة، صوص مزبوط، لحمة، بندورة، بطاطا، حمص، بندورة،
لحمة، كيس بطاطا، شوية حمص، وبتعملوا لقمة شاورما بيتوتية سحرية. صحتين، بتعقل بتعقل بتعقل.